كان في دول كلها تقريبا قبلت بالعودة بس قطر كانت معترضة. أبدا، كان في إجماع بالأخير. المشروع اللي قدموه الدول الأربعة كان في إجماع. طبعا كان في بعض الشكوك، بدون ما أحكي عن أي بلد، كان في بعض الشكوك أنه حتت هذه اللجنة حتتوفق بتغيير السلوك السوري. حكى هيك بس ما كانت بالقوة معارضة لا نريد سوريا أن تعود. حتى لو ما حكيت مع علي الوزير، ولكن القطريين حكيوا، يعني عمليا هي قطر اللي قالت يعني إذا ذهبتوا بهالاتجاه صوب سوريا ما رح تنجحوا بشيء، صحيح ولا لا؟ صحيح. ليك ما رح أبحث قضية شو قال كل بلد لأن مش حلوة، لكن بدي أقول أنا إنه اليوم هيدي أزمة سورية بتخصنا كلنا، وهي الأزمة السورية كمان يعني مضايقين منها كل دول الجوار، لبنان والأردن، العراق أقل بكثير ما طبعا. وتركيا طبعا. أوكي، فنحن بحاجة لحلها. صار في تجارب كثيرة، الأمم المتحدة جربت، بعده جير بيدرسون عم بجرب وعنده خطة كثير كويسة، بس ما في توافق، ما في أي علي الوزير في دول. خليني لك بعد جينا نحن، اجوا العرب اللي بلشوا يعني بلشوا هي بالاجتماع مجلس التعاون الخليجي مع ثلاث بلدان اللي بيجتمعوا دائما، اجتمعوا وقرروا انه خلينا نفتح الباب هيدا لألا ننجح. المطلوب هذه بداية مثل ما قال الأمين العام، انه هي بداية لحوار. طيب كيف بتحاور مع شخص اذا مش موجود انتو اياه؟ رح نحكي عنها مع الوزير، ولكن يعني كان بالبداية في عنا قطر وفي الكويت بسبب الحضور الاسلامي عندها، كان عندها تحفز بالبداية، والمغرب نفس الشيء. بالاجتماع فينا نقول انه ما كان في حدا معترض ابدا نهائيا. صح. طيب السعودية حسب ما فهمت لعبت دور حيوي جدا، والوزير حكي ثلاث مرات بخلال الاجتماع، صحيح؟ كمان عرفت ثلاث مرات حكي من دون شك. الوزير السعودية، وزير سعودي حكي أكثر من مرة، والوزير كمان أيمن صفدي، وزير الأمير فيصل والوزير صفدي، هن كانوا مستلمين التفسير ما هي خطة ما للعمل مع سوريا. أوكي، السعودي متحمس كان لعودة سوريا، دافع عن الموضوع بشكل كما يقال كتير إيجابي. مش بس دافع، وأقنع ناس كمان. تعرف السعودية عندها نفوذ قوي بالوقت الحاضر أكثر من أي وقت آخر، وكان بين نفوذ على الطاولة. يعني واضح أنه هو الموتور السعودي المصري عمليا بالدرجة الأولى اللي مشى الأمور، وبالدرجة الأولى يعني عملية الإقناع اللي عم تتفضل فيها السعودي التي مورست على الدول اللي كانت شوي متحفظة. صحيح. أولا الأردنية بلشوها. أي. أوكي، الملك ومعه طبعا الملك عبد الله، ومعه طبعا وزير نائب رئيس وزراء وزير الخارجية أيمن الصفري، هن اللي بلشوا القضية، وبعدين استوت بالأخير ومشي المصري والسعودي. العراقي واللبناني ما عندنا مشكله احنا كنا صحيح بالاساس، مش معقول بالاساس. طيب في كمان دوله تغبن دائما معالي الوزير، هي الجزائر، لانه الجزائر لعبت دور تحت الطاوله وفوق الطاوله، وكانت ستدعو سوريا الى القمه، والرئيس تبون اشتغل كثيرا هو صحيح. وزير الخارجيه بهالاتجاه القمه الماضيه مش ايه صحيح. وكان كمان من دون شك كانت الجزائر كان فيها بالبيان شكر لقمة لم الشمل، ويومتها صار انه لازم يكون في حل عربي لسوريا. صحيح. وعلى كل حال الرئيس السوري شكر رئيس الجزائر مثل ما شكر رئيس دولة الامارات. الامارات لعبت دور كمان بهالاتجاه حيوي بداخل الجامعة. ما كان عم احاول اتذكر ما يعني مش كل الوزراء حكيوا. اي يعني كانت الاولوية للسعودية. لا طبعا، لا بس ما كان في معارضة ابدا من طبعا الامارات كانت موافقة وكانت معارضة، كانت ماشي الحال معها مثل لبنان مثل اي بلد ثاني.